يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف حال الدنيا حال عجيب فيها المقضي والمصيف يهوى العمل الصالح كل يعشق ريح الطيب كل يهوى العمل الصالح كل يعشق ريح الطيب طيب 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 بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف اللي وده يصلح نفسه لابد ما يلقى الطبيب أول حاجة يبدأ بعمره يدور على العذري بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف دور في أهلك في ربعك دور على العذاريف واللي يلقاها ويمحاها حتما من على الحيطيف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا عذاريف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا عذاريف اذكر ربك حنن قلبك خلها بياض كالحليب وانجاك شرك من نفسك مكتوب ولازم لازم يصيب بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مقضي ومصيف بيب 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 شوفوا على ريف اه وش قلت من ابوك؟ ايش صار عمرك؟ اللي تونا نقوله من ابوك حتى الان باقي على النصف الجاي 6 اشهر جرب نفسك بالتجارة يمكن تلقى نفسك فيها وتلقى نفسك في كلية قريبة من التجارة يعني لازم يعني إذا تبي ترضيني لازم زين هل أنت الحين متأكد إن عمي مجهز كل شيء؟ اسمع أنت ما عليك إلا تروح وتجلس مدير حتى عينا لك سكرتير ومحاسب ادرس السوق يا مال الغنيمة شوف وش تقدر تسوي الله يوفقك ماشي خلاص ماشي بس على فكرة أنا من طبيعتي بصراحة إني أحب أركز على شيء واحد فقط يعني مثلا قول السفر السياحة الوناسة مكالمة لحظة شوي ألو أيوة إن شاء الله مشغول شوي ها شوف طال عمرك يعني هذه الأشياء البراقة اللي تستهويني جدا جدا يا ولدي أهم شيء تلقى نفسك ها وش قلت بس أوعدك يبا أوعدك إني في يوم من الأيام بلاقي نفسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هلا هلا وهذا يا بندر مكتب السكرتير هذا خالد السكرتير الخاص لك هذا الأخ محجوب محاسب المؤسسة هذا الأستاذ بندر ولد أخوي صاحب المؤسسة والمدير العام ونعم حصل لنا الشرف طال عمرك ما شايف أوراق وما أوراق إيه نعم طال عمرك كلها بتتنظم إن شاء الله الكمبيوتر على طول إن شاء الله طال عمرك لا تسمونها خير يكون الشغل جاهز للأستاذ بندر أمرك طال إن شاء الله عندك من بعد هذه الإجراءات إن شاء الله مو بوقته يا بندر مو بوقته
في حرارة، هذا في حرارة، في حرارة. مستقبلي واتصالات. تعال وراي. وهذا هو مكتب المدير العام اللي هو أنت. عندك هنا خط فاكس وخطين تليفون. فيها أصفار؟ نعم فيها أصفار. عندك هنا صفر محلي وصفرين دولي وثلاثة أصفار كوكبي، يعني تكلم المريخ والمشتري. مشتري؟ نعم. والبايع؟ ما هذا المهم يا بندر. نعم. حنا نبغى بايع ومشتري. مقيولة طال عمرك بين البايع والشاري. يفتح الله. يفتح الله. شو المطلوب مني أسوي؟ كويس السؤال هذا بك. الله يخليك. كويس السؤال هذا. أشكرك. وأنا يعني أشوف إنك متحمس للشغل. أول شيء أبغاك تدرس حالة السوق بشكل جيد. درسنا. تحضر معارض. حضرنا. تقرأ مجلات اقتصادية متخصصة. بلعناهم. بعد كذا شوف إيش المجال اللي راح تمارسه. والله هذه طلبات جيدة ومعقولة، لكن أنا عندي طلب مهم جدا عشان المكتب يمشي وعشان البزنس تطير في الجو. السؤال جبتوا لي فراش؟ هذا هو السؤال مهم جدا. موجود الفراش. الاسم الكريم حقه؟ محمد. خلاص خلاص الحين كملت الامور. طيب على عمرك تشرب شيء؟ مزقيك شيء؟ لا 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 يمكن. مستعجل مستعجل. ابغى اروح عندي كم موعد. ها الله الله يا بندر. بيض الوجه. ابشر. واذا بغيت اي شيء تلقاني وانا وابوك نعين ونعاون. ما تقصر طال عمرك. سلام عليكم. حياك الله عمي. هلا وسهلا. الحمد لله الفاكسات التليفونات موجوده. نسير اعمالنا نسير اشغالنا نشوف امورنا. ما يصير. عمري بعد واحدة. الله حلو والله تكون مدير عام، تحس بالمسؤولية وتحس انك فخم. حتى انا دغري الفخامة صراحة. ايه الفراش اسمه محمد. محمد محمد جيلي واحد كابتشينو. ما في. كركديه. ما في. طيب عنا. ما في. غجر. ما في. شلون ما في؟ شلون ما في؟ شلون مدير عام من غير مشروبات؟ ما يصير! شوف إذا ما في كابتشينو ولا ما في هنا كركديه، أنت ما في، بفصلك ترى. أنا ما عندي مرحمين، أنا مدير صاخب. فقاو، جي. اسمع، روح نادي كل الموظفين، قل لهم بندر مدير العام يبغاكم. امشي! أيوه. امشي! أوف. معقول؟ شلون مكتب ومدير عام من غير مشروبات؟ معقولة؟ تفضل. السلام عليكم. طال عمرك. السلام عليكم. قال لي انت شو اسمك؟ شو اسمك يا رب؟ محجوب. ايه. وانت؟ خالد. طال عمرك. اسمع يا استاذ مسحوب. استاذ محجوب. يا استاذ محجوب. محجوب الله يخليك. محجوب. شو تشتغل انت؟ محاسب المؤسسة الله يخليك. وانت شغلك؟ خالد. طال عمرك سكرتيرك الخاص. اسمع، يمكن انتوا اشتغلتوا تحت ادارات اخرى وتحت إدارة أشخاص آخرين، لكن أنا لا. أنا لا، أنا مختلف. أنا رجال همش حازم. إن شاء الله. طيب. حازم. إن شاء الله. ما عندي يوم مرحميني. إن شاء الله. الدوام عند الناس كم ساعة؟ سبع ساعات طال عمرك. لا، أنا عندي 24 ساعة على مدار الساعة. 24. نعم. تليفونات شغالة، الفاكس شغال، كل أموري شغالة. إن شاء الله. طيب. تسيب ممنوع. الروحة من هنا ومن هنا ممنوعة. إن شاء الله. ضرب الفول ممنوع. إن شاء الله. خروج توصل المدام توصل البزنس ما عندي. أنت طلوع تروح من هنا سوق الحراج الخربط ما عندي. أنا عندي جد. إن شاء الله. ما في تسيب. حاضر. شو تشتغل أنت؟ محاسب. شلون محاسب شركة عظيمة جدا وما توفرون لي غجر وكابتشينو؟ ها؟ ان شاء الله حنوفرها. ان شاء الله بتوفرها باذن الله يا كريم. اكيد. ان شاء الله. امشي امشي. تكرر. شلون انت سكرتير ومحترم ولمدير محترم ما تراعي حالته النفسيه؟ ابي كابتشينو، ابي غجر، ابي كركديه. امشي. ان شاء الله. طلع. امشي. ان شاء الله. طال عمرك. غير معقول. خلاص تعلم تعلموا على التسيب. اعوذ بالله. الاداره اداره مسؤوليه. يعني شخصية ترك عنك بس أرعبتهم. غريبة، لا تليفونات لا فاكسات. أكيد
ما دروا عن أرقامي الجديدة. نيسرها لهم. تيسيرا للطاقة في نفس الوقت عشان ايش؟ ما نضيع وقتنا. ألو؟ ألو؟ أيوه أنا بندر المدير العام. ليش ما تصدقوني صرت مدير عام؟ إلا إلا. المهم خذوا أرقام التليفونات الجديدة وأيضا رقم الفاكس. ها أبشرون أخوك وش الأمور؟ أبشرك أبو بندر. الولد مبسوط جدا. اترك أسبوعين وروح زوره. إن شاء الله بتلقاه متغير. وأزيدك من شعر البيت. ترى كل اللي يشتغلون عنده من طرفنا وبنتابع معهم أول بأول خطوات العملية. الله يسمع منك وأنا أخوك. أتمنى إن شاء الله إنه ينجح ويفرحنا على الأقل. إن شاء الله يا أخوي تفرح فيه وبيشيل عنك حملك الثقيل. قول يا رب. يا رب. إيه لا الحقيقة أنا لقيت نفسي في المكتب. إيه نعم إيه أنا أمارس ذاتي في المكتب. دوام؟ لا دوام غير شكل. إيه نعم من 12 إلى 2 ظهراً ومن 7 مساءً إلى 2 بعد منتصف الليل وأحياناً 24 ساعة. شغل يا رجل شغل. ماني قادر احك راسي احيانا. ايه الله يسهلها ان شاء الله ربنا يسهلها. خلاص تبيني مر عليه في المكتب. الشغل بيعجبك نعم. خلاص انا في المكتب ان شاء الله. مع السلامة حبيبي مع السلامة. طلب تركيب دش ثاني ها؟ طيب ركبوه لمكتوب. هو شوف اكيد بغي يتابع اسواق المال والاعمال العالميه. محجوب لا تقول لي انسان 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 اسبوعين انا مشغول جدا. ان شاء الله راح ازوركم وراح اشوف النتائج بنفسي. يلا مع السلامه. دش ولا ما دش اهم شيء يطلع من هالتجربه هو يعرف ايش ونش. ايوه باشمهندس ايش عندك؟ السلام عليكم طال عمرك. شو الكلام الفارغ هذا؟ اي كلام فارغ؟ ايش التسيب اللي صاير في الشركه؟ صار لي فتره معاكم انا تشوف لا ارجوك انا كذا ازعل جدا. سلام طال عمرك. المهم هذا طلب رساله لندن ها؟ ان شاء الله. وهذا لدبي ان شاء الله. بالنسبه لموضوع الكويت اطلب الرقم حول عليه. اطلب الرقم حول عليه. نعم وموضوع سري لا تنساه. ان شاء الله. موضوع سري توكل على الله. مشي. ان شاء الله. الو نعم بدر حمد معك. ايه انا ادليت لا انا قلت لحظه شوي لحظه الو اهلا وسهلا بدر حمد معك نعم الحقيقه انا ارسلت الكلام هذا بالفعل لحظه لو سمحت لحظه خليك معي الله يسلمك بدر حمد معك نعم ايه لا انا لي راي تماما مخالف عن هذا الكلام لا ما يصير موجود في اسفل صفحه الفاكس الله يرحم بالضبط لحظه معي لو سمحت لحظه مرحبا بندر حمد معك لا معليش الموضوع هذا اختلف تماما صحيح المره اللي فاتت صحيح لكن المره دي انا غيرت رايي بصراحه لحظه لو سمحت الله يخليك لحظه الو بندر حمد معك مش ممكن ابدا ما حصل انا شخصي يا رجل ما يصير الكلام هذا في 17 تشرين انا ارسلت الكلام هذا تشرين اول نعم لحظه معي الله يخليك معلش حول قوه الا بالله الو مرحبا دبي انت الخرطوم انا اسف الخرطوم معلش تلخبطت الامور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله العم ابو بندر اقول بندر موجود طال عمرك تفضل لا خليني بس ارتاح شويه هي. اللي تشوفه طال عمرك تفضل استريح
خلهم لو سمحت يجيبون كاس ماء. ابشر طال عمرك. يا محمد يا محمد. الو لندن. هلو هاو ار يو؟ ار يو فاين؟ يس 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 يس. توك تو مستر بندر بليز. يس ثانك يو باي. اوه محمد. شوف محمد. أيوه. تروح تجيب كاس مويه لعمك ابو بندر. ايوه. وقبل وبعدين تودي هذه تعطيها الاستاذ محجوب. ايوه. وتقول له بسرعه 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 يرسلها لي لندن وباريس والكويت بسرعه. لا تنسى المويه. باريس. حس الله صابت فكرتك يا ابو خالد. تفضل طال عمرك. لا لا اسمع اسمع انا وراي شغل. بمر عليكم مره ثانيه بس اسمع لا تقول البندر اني جيت. اللي تشوفه طال عمرك. في امان الله. شوف يا باشمهندس انت عندك المساحه هذه والمساحه هذه. لو قسمناها الى اربع اقسام متساوية او ثلاث يعني هتكون افضل بكثير. الو هلا ابو بندر. هلا هلا اخوي. والله عظيم عظيم. لكن الامور اجل صارت اسرع مما توقعنا يا رجل. رحت زرت بنفسك؟ لا اطمن انا راح ازوره ان شاء الله واطمن على تحت تجربتي بعد. الله يسعدك. بس تعرف ابو بندر انت خوفتني يا رجل ذاك اليوم. يوم تقول لي انه ما يروح الدوام الا بعد الساعه 12. لا انا فهمت الحين فهمت ليش هو مقلل دوام النهار ومكثر دوام الليل. علشان البورصات العالميه. اي طبعا البورصات العالميه طبعا. زين يا ابو بندر زين. الف مبروك اخوي. الف مبروك. الله معك. هلا. شايف كيف؟ المساحه هذه والمساحه هذه لازم تصير متساويه حتطلع شكل افضل بكثير. الو السلام عليكم. مساء الخير. اهلين. لحظه معي شوي. معك سوريا طال عمرك. الظاهر فاتوره تليفوننا بتجي ب 50,000 ريال. والغريبه مو بس كذا. انا من كثر ما اضرب سطرين صرت حتى بيتي قبل ما ادق نمرته اضرب سطرين. غريبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا العم ابو خالد. هلا هلا ابوي. بندر موجود؟ موجود طال عمرك بس معليش معاه. من لندن ولا واشنطن؟ من سوريا طال عمرك. من سوريا؟ نعم. زين انا عند محجوب ها؟ شوي وبرجع لك. سم طال عمرك. اسمع سم لا تقول لبندر اني جيت ها؟ امرك طال عمرك. والله يا عزيزي هذا رأيي. وأعتقد أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. لا 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 هذا رأيي بكل صراحة وأعتقد الكثيرين من الناس أيضا يتفقون معي في هذا الرأي. ولا أنت عندك رأي ثاني؟ يعني إيش يا محجوب يعني إيش؟ كل هالمكالمات والفاكسات كانت كلها من قنوات فضائية؟ كل هالمكالمات اللي أنا شايفها المراسلات كانت عبارة عن طلب أغاني ومشاركات فنية وآراء عن مطربين وفنانين؟ عطني لندن عطني دبي وتبعتها بشركات. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا نقول الولد مشغل المكتب الحين مع بورصات طوكيو ونيويورك. اثر مسويها مكتب خدمات مجانيه للمشاهدين والمستمعين. يا سلام يا سلام عليك يا بندر. زين زين يا بندر. دواد انت واللي مثلك عندي ومعروف. اللي الدلع مضيع برجلتهم ما لهم الا مصارع الرجال. الحقيقه فعلا كلامك طلع صح. اخوي ابو بندر انا قلت لك كل ما نكون جنبهم هم يرتاحون وحنا بنرتاح. لا تلومني لا تلومني على اللي كنت اقول لك. الله يعطيك الصحه. عليكم السلام. هلا 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 ابوي. هلا يا بطل. هلا ابوي.
تسلم 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 حبيبي تسلم الله يبارك حبيبي الله يسلمك يا رب هلا 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 ان شاء الله بخير بسم الله ما شاء الله هلا 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 يلا بارك في علومك الحمد لله الحمد لله اعطوني العصير ما قلت لي ابشرك يا عمي الحمد لله اخيرا لقيتها وش وانا ابوك اخيرا لقيت نفسي والحمد لله الحمد لله اقول عمي سم الحقيقه انا طالب طالب وما لقيت نفسك لا 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 اجل طالب سفر وانا ابوك لا الله يطول عمرك لا 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 الحقيقه انا طالب طالب اغنيه وما لبوا طلبك اكيد لا الله يسلمك لا مرحله الطلبات هذه تعدت والحمد لله الحمد لله انا انتهيت منها الحقيقه يا بها انا طالب يد بنت عمي اليمنى واليسرى وانا ابوك لا حلوه حلوه انا لا اخفيكم سرا اني طالب البنت كلها ايش رايك اخوي والله انتوا فاجأتوني في الموضوع لكن لازم اطمئن على مستقبل البنت بندر ممكن اعرف وش مؤهلاتك انا ولد نعمه بس لقى نفسه صدق قصتكم شفناها عرفنا فحواها وبغزاها صدق قصتكم شفناها عرفنا فحواها وبغزاها فكر فيها ولا